معنا من لندن كبيرة المحللين الاقتصاديين في هارغريفز لانسداون سيدة سوزانا ستريتر. أهلا بك سيدة سوزانا معنا على سكاي نيوز عربية. سيدة سوزانا، هنا نريد تحليل كل هذه التطورات الاقتصادية، العقوبات والعقوبات المبادلة، يعني اللا عقلانية في بعض الأحيان وتؤثر على العالم بشكل أكبر. سأتوقف معك في وقف تصدير المواد الخام من الجانب الروسي، واليوم أعلنت أوكرانيا وقف تصدير الحبوب واللحوم وكثير من القطاعات. كيف ستؤثر على العالم سيدة سوزانا مثل هذه يعني الحظورات المتبادلة؟ الأثار سوف تكون هناك أزمة في السلع، ربما على مدى الأيام القليلة المقبلة سوف نبدأ بمشاهدة ارتفاع أسعار كبيرة، وطبعا هناك ارتفاعات بدأنا نراها. أسعار القمح مثلا ارتفعت بأقصى درجاتها منذ 14 عاما، لأن هذه الدولة أوكرانيا تعد سلة القمح وسلة الخبز بالنسبة لكل العالم. هناك 25% هي التي تشكل طبعا إنتاج القمح من أوكرانيا وروسيا لوحدها في كل العالم، بالتالي سوف يكون التأثير على كل السلع مثل النيكل الذي تأثرت أسعاره، وطبعا ازدادت أسعاره في بريطانيا وبدأنا نرى ذلك، وهو طبعا مهم مثلا في استخدامه لصناعة السيارات الكهربائية. كل وهذا طبعا سوف يؤدي إلى صعوبات ويؤدي إلى فوضى في الأسواق العالمية بسبب ذلك، وأنا لا أتوقع أن يكون هناك إعانات عما قريب. طيب سيدة سوزانا، يعني خبر آخر أيضا مرتبط بالجانب الاقتصادي. اليوم نحن نتحدث عن كثير من الشركات التي تخرج من الجانب الروسي، يعني شيء منها هي في الواقع سلاح بيد الولايات المتحدة والجانب الغربي، يعني آخرها ربما تحدث عن ماكدونالدز، هي خرجت تركت آلاف الموظفين يعني الروس والشبان الروس عاطلين عن العمل. إلى أي مدى هذا ممكن أن يسبب يعني أزمة اقتصادية ليس فقط على الجانب الروسي ولكن خسائر لهذه الشركات؟ بالنسبة لعدد من هذه الشركات طبعا هي تأتي إلى روسيا لأن لديها مصالح اقتصادية ومصالح في العمل في روسيا، ولكن هذا لن يؤثر بشكل كبير على أشغالها وأعمالها طبعا في العالم. هي طبعا مستعدة لأخذ هذه الخطوة من أجل حماية صيتها، وطبعا هذه الشركة تخاف بأن من واجبها طبعا ألا تعزل نفسها عن هذا النظام الروسي، أو يجب أن تحمي نفسها من هذا النظام الروسي وأن تبدو على أنها طبعا يجب داعمة للشعب الأوكراني وليس داعمة للنظام الروسي، ولهذا هذا ما يدفع عدد من الشركات لطبعا اتخاذ مثل هذه الخطوات بالرغم من تأثيرها على أرباحها. لا أدري ما هو وضع ماكدونالدز مثلا ولكن بالتحديد، ولكن عدد من الشركات الأخرى لديها الدعم لاستمرار تشغيلاتها وعملياتها طبعا، حتى أتكلم هنا عن مشاكل أو عفوا عن شركات البرامج الكمبيوتر، وهذه الشركات تعلم أن بالنسبة لها هذه الأوضاع صعبة للغاية، وبدأنا نرى هناك تبعات مالية لما يحدث مثلا مع مثلا تدهور عملة الروبل مع كل هذه العقوبات التي رأيناها على المصارف، وطبعا هذا سوف يكون له أثر على الكثير من الروسيين، وطبعا يجب أن نرى ما هو الدعم البديل المطروح. طيب بالطبع سيدة سوزان، القيادة الروسية قالت لن نتراجع، هنا خطة عسكرية واضحة أمام كل هذه العقوبات الاقتصادية، لكن اليوم يعني لا أحد يتحدث عن الداخل في الولايات المتحدة مع وقف أو حظر استيراد النفط، هناك غلاء أكبر، برميل النفط يرتفع بشكل أكبر. ما المدة الزمنية التي نستطيع القول أن هذا الوضع الاقتصادي سيصمد فيه؟ متى سيقول العالم ما يحصل هو جنون، دعونا نجد حلول سياسية لهذه المشكلة؟
من وجهة الولايات المتحدة الأمريكية أن الحظر المفروض على النفط الروسي، طبعا النفط الروسي نحن نعلم هو لا يشكل سوى 10% من الواردات النفطية، وكنتيجة لذلك بدأنا نرى ارتفاع في الأسعار منذ الأمس بطريقة مأساوية، وصل إلى 132 دولار للبرميل الواحد، ولكن طبعا هو طبعا يبقى مرتفع وسيرتفع بالمزيد، وطبعا هذا يشكل تهديدا ويشكل تبعات كبيرة على المستهلك الذي هو يحتاج إلى الوقود من أجل التنقل في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا هذا له أثر على الشركات العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بوضع إمدادات طارئة للنفط وتتعامل مع دول أخرى وإعادتها إلى هذا السوق، وطبعا إذا تم التوصل إلى استئناف المحادثات أو إذا إلى اتفاق النووي مع إيران فهذا قد يؤدي طبعا بالتعويض قليلا، وطبعا الولايات المتحدة مستعدة للتكلم مع دول أخرى. من لندن كبيرة المحللين الاقتصاديين في هارغريفز لانسداون السيدة سوزانا ستريتر، شكرا جزيلا لك.